الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك يا شهيد ماذا تعني؟ لبيك يا شهيد، عندما أقول لبيك يا شهيد يعني أنا رهن لإشارتك أيها الشهيد، أنا ماض على خطاك أيها الشهيد، لطمتي على صدري ماذا تعني؟ وقوفي في العزاء، بكائي على الإمام، كل هذا ماذا يعني؟ يعني أن حسينا هنا، يزيد هنا، يعني أنا واقف مع الإمام الحسين، يعني سأصيح بكل قلبي، بكل روحي، سأتبرع من الشيطان، سأصيح بكل أفعالي، بكل ما أعمل، سأصيح لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد. نقول لأبي عبد الله الحسين من ليلة الحادي إلى المحرم ولعله من قبل ذلك، والشباب بارك الله بهم يستعدون للمحرم من قبل ذلك ولعله من نهاية هذه العشرة نستعد للمحرم القادم. نقول له يا أبا عبد الله سأترك كل شهوة، سأترك كل كذبة، سأترك كل معصية، سأترك كل ما يجعلك لا ترضى عني، سأترك كل ذلك، سأسير على خطاك، سأتي مع الأنصار، لن أخذلك، لن أتباعد، كما أمرت الأنصار في ليلة العاشر قلت لهم اذهبوا، بمعنى الكلام اذهبوا وليمسك كل واحد منكم بيده شخص من أهل بيتي فلتتفرقوا عني، ونحن نقول لك يا أبا عبد الله لن نتفرق عنك، سنكون مثل الشهيد أحمد فرحان، سنكون مثل الشهيد علي نعمة، هو شهيد في قلبه، هو ينتظر قبل أن ينال الشهادة، هو الآن شهيد، وقبل أن يكون شهيد هو شهيد، وشهداء الذين سيسقطون بعد ذلك هم شهداء ينتظرون. سنقول له يا أبا عبد الله نستعد لعشرتك، نبكي عليه، نلطم الصدور عليه، لأننا في كل أفعالنا وفي كل أقوالنا